لا 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 لا، ده كلام فارغ. انا مش فاضي كل يوم وانت انا الهم بتاعك ده. انا عندي حاجات تانية كتير قوي اهم من المدرسة بتاعتك دي. يعني ايه هاني من الحسابات تكلمني تقول ان في اقساط مصروفات ما اتدفعتش لحد دلوقتي؟ ايه، انا فاتح كتاب ولا مدرسة دولية؟ مستر ابو الوفا، ما ينفعش تشغل نفسك باقساط المصروفات دي. مشكلتك انت مش مشكلتي، تتصرفي. فهمك جدا، بس في الاخر انا اللي مسؤولة قدامك. زمان واحنا في المدرسة لما كان عيل ما بيسددش المصروفات كان بيتعلم عليه وبيطلع في الطابور يتذنب قدام الكل، فنجري بقى على اهلنا نعيط ونولول لحد ما يجيب الفلوس ويدفعوها. وبرضه مش هينفع نجمع الطلبة اللي ما سددوش المصروفات كأنهم مجرمين. برضه دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. اتصرفي يا زهرة، وإلا لو ما اتصرفتيش هاجي اتصرف انا، وساعتها يبقى شكلك وحش قوي قدامي غير الشكل اللي انا شايفه ده. هنتواصل مع اولياء امورهم، لكن الطلبة ما لهمش ذنب. انا مش قادر امسك اعصابي، قربت افخرها. اعتبره حصل. انا كل اللي يهمني المصروفات. سلام. صباح الخير يا شيرين. احسنت يا فندم والله. ايوه كده، اديله ما ترحمهوش. تعبت يا مستر لطفي، تعبت. عارف والله يا فندم عارف، كان الله في العون سعادتك. طب اعمل ايه؟ تمضي الورقه اللي قدام سعادتك دي، دي بخصوص المسابقه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وانا بقترح كمان ان احنا نمسك رحله المسابقه دي لعامر كمشرف. انا مش هقدر اكمل في التمثيليه السخيفه دي، انا عايزه الدكتور عامر الاصلي. انت ليه مش مقدر حجم المصيبه اللي انت بلتني بيها؟ انا نفسي يا فندم تهدي اعصاب سعادتك شويه عشان نقدر نتفاهم بالعقل. مش زهره، مش زهره، دكتور عامر وصل وبيلف على الفصول. بتقولي ايه؟ بيلف على الفصول؟ سمعتها؟ بتقول الدكتور عامر بيلف على الفصول. روحنا في داهيه بسرعه، جيبهولي هنا حالا.